السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم شهيوة سريعة التحضير اللي هما باغيت معمرين بحشوة لذيذة وسهلة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بجيم وبارتاج والاشتراك في القناة. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير. كناخذوا الباكيت ديالنا ولا الكومير كيف ما كان الحجم ديالو، ما كنتقيدوش دائما بهذا الحجم هذا، كنحلو بهالطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. من بعد ما حلينا الباكيت ديالنا كنخويوها من البابة اللي كتكون وسط منها بهذه الطريقة هذه. من بعد ما حلينا الباكيت كنحتاجوا ليه في الحشو ديالو 5 بيضات، جوج شرائح من الجبن اللي كيكونوا مقطعين بهالطريقه هذه. اربع شرائح من الديك الرومي المدخن، يمكن لكم تعوضوه بالكاشير. زيتون مقطع، جبن مبشور، القليل من الفلفل الأسود، القليل من الملح. كنخلطوا الكل جيدا. من بعد كنبداو نعمروا الباكيت ديالنا بهذه الطريقه هذه. هذه الكميه هذه اللي استعملت كتكفي لجوج باكيطات بهذا الحجم هذا او باكيطه كبيره. من بعد ما عمرنا الباكيت ديالنا كنوضعوهم في طاوة وكندخلوهم الفرن اللي كيكون مسخن على درجة حرارة متوسطة.
وكنقدموا الباكيت ديالنا بالصحه والراحه، كيجيو رائعين ولداد بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء مع وصفه اخرى.